بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب يلير كومبخوندر. وصلنا إلى آخر هد الفقرة، كما رأينا كلمات متضمنة لهذا الصوت إيه، مثلا كما رأينا لوشيان، غيان، تيموابيان، كومبيان، إلفيان. ثم رأينا كلمات متضمنة لهذا الصوت الآخر يون، يون، احنا عندنا يا، عندنا يون، مثلا كما رأينا اون غيون، ضاحكا، فواسي اموندون، فواسي اموندون، ها هو شحات. طبعا رأينا بأن هذا الاسم يأتي من فعل موندي، موندي يعني شحات. ثم اون شاز بليونت، une chaise pliante، كرسي يطوى، كرسي يطوى. سنكمل مع هذه الفقره كما عندنا هنا je t'aime bien، كما عندنا هنا mon petit chien est bien propre، اذا كلبي الصغير، mon petit chien est bien propre، اذا كلبي الصغير وجد نظيف، وجد نظيف يعني انه غير متسخ. جو لام بيان، جو لام بيان، أنا أحبه كثيرا. جو تام بيان، أنا أحبك كثيرا أو أنا أحبك كثيرا. إذا طبعا عندنا هاد طي تعود على شخص، إذا نقول جو تام، جو تو أم، جو تو أم. بنفس الطريقة كما ذكرنا في المسابق، عندنا هاد تو عند أ مع أ، إذا ستأتي ثقيلة في الكلام، سنقول je t'aime bien. اذا طبعا سنحذف هاد او عندما يلتقي صوتيا، نحذف الاول ونضع هاد ابوستروف. اذا je t'aime bien، je t'aime bien، تماما كما راينا هنا je l'aime bien. اذا طبعا سنحذف هاد او ونضع ابوستروف، لان لو فيرب ايمي مبدوء بهاد ا كما تنشوف هنا. je l'aime bien، انا احبه كثيرا، انا احبه جيدا. جو لو ام بيان، وممكن انني اقول جو لا ام بيان، انا احبها كثيرا. جو لا ام بيان، انا احبها كثيرا. بنفس الطريقه غتكون عندنا هاد ال ا، طبعا سنحذف ا، سنحذف ا، لان لو فيرب ايمي مبدوء بان فويال، ثم نضع ابوستروف. اذا عندنا هنا جو تيم بيان، أنا أحبك كثيرا أو أنا أحبك كثيرا، بنفس المعنى، إذا بنفس الشكل. ثم مون بتي شيان يعني كلبي الصغير، أنا أحبك كثيرا كلبي الصغير. جو تيم بيان مون بتي شيان، أنا أحبك كثيرا كلبي الصغير. جو تيم بيان مون بتي شيان، جو تيم بيان مون بتي شيان. Viens ici, près du feu. تعال هنا، près du feu. قرب النار، قرب النار. طبعا تنشوف هذا بخي كيفاش داير ليها، كيفاش عامله بخي بهذا الشكل. طبعا راينا كلمه اخرى سابقا ان تنطق بنفس الشكل لكنها مختلفه من حيث الكتابه. اذا كما عندنا هنا لي شوفو، لي شوفو سون بخي، طبعا تنطق بنفس الشكل لكن الكتابة مختلفة. هنا تعني بأن الأحصنة جاهزة، الأحصنة أن مستعدة. لي شوفو سون بخي، ممكن نقول مثلا جو سوي بخي، أنا مستعد، أنا جاهز، جو سوي بخي. طبعا سنستعمل هاد بخي. أما إذا قلت مثلا جو سوي بخي دي فو، أنا قريب من النار، طبعا سأستعمل هاد بخي. جو سوي بخي دي فو، أنا قريب من النار. طبعا هذه تعني قريب، وهذه تعني مستعد أو جاهز. طبعا في الكلام هل سنتحدث عن هذه أم هذه؟ طبعا من خلال الجملة، من خلال الجملة. عندما أقول مثلا جو سوي بخي دي فو، هذا لا يعني بأنني أنا جاهز قرب النار، مقصود به أنا قريب من النار. إذا
Je suis près du feu. إذن عندنا هنا Viens ici. تعال هنا. تعال هنا يا كلبي الصغير. Près du feu. قرب النار. ممكن أنني أقول للكلب هذا الأمر عندما نكون في فصل الشتاء. عندما يكون هناك برد وثلوج وبرد قارس. Je t'aime bien, mon petit chien. Viens ici. Viens ici. Près du feu. ثم عندنا Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. هو يفعل الليل. Il fait nuit. Il fait nuit. هو يفعل الليل. المقصود بأن هناك ليل. في مكالمة هاتفية مثلا ممكن أن شخصا ما يتصل بك مثلا ويقول لك Maintenant il fait nuit chez nous. Chez nous. الآن عندنا الليل. الآن عندنا الليل. إذن يخبرك بأن عندهم الليل على عكس أنت عندك النهار. نستعمل لو فيغ فيغ. ممكن نقول مثلا il fait jour يعني أن هناك نهار. كما نقول هو يفعل نهار. المقصود بأن الجو يفعل نهار. أن هناك نهار. نقول مثلا il fait froid يفعل برد. إذن المقصود بأن الجو بارد. عندما نقول il fait nuit كما نقول بأن الجو مظلم. إذا المقصود أن هناك ليل. Il fait nuit. Il fait nuit. ثم عندنا مينا a peur. إذا هو يفعل الليل. المقصود أن هناك ليل. مينا a peur. إذا مينا خافت. مينا عندها خوف. مينا عندها خوف. مينا a peur. Elle crie. Elle crie. هي تصرخ. طبعا عندنا هنا Le verbe crier. On a le verbe crier. عندنا فعل صراخة. إذن ماذا قالت عندما صرخت؟ Viens vite غني. Viens vite غني. تعال بسرعة يا غني. كما عندنا هنا. Viens ici. Viens ici. Près du feu. إذن عندنا le verbe venir. مصرف. في الامبيراتيف. On a ici le verbe venir conjugué à l'impératif. إذن عندنا فعل venir فعل جاء مصرف الامبيراتيف. الامبيراتيف هو الأمر كما ذكرنا. Viens vite غني. تعال بسرعة يا غني. ثم عندنا Je voudrais des noix. أنا أريد جوزات. أنا باغي قرقاعات. Je voudrais des noix. يقول الشخص الآخر Combien en veux-tu? Combien en veux-tu? كم تريد منها؟ Combien en veux-tu? كم تريد منها؟ طبعا عندنا هاد اون تماما كما راينا سابقا. عندنا هنا اون اتياسي. اذا عندنا هاد اون اتياسي. هل عندك منها الكافي؟ هل عندك منها بشكل كافي؟ هل عندك منها الكثير؟ اون اتياسي. مثلا ممكن يقول لك شخص جي دينوا. جي دينوا. انا عندي جوز. ممكن تقول له On a-tu assez? هل عندك منها شكل كافي؟ هل عندك منها ما يكفي؟ هل عندك منها ما يكفي؟ On a-tu assez? إذن هاد منها هي هذه. إذن عندنا Je voudrais des noix. إذن فيقول الشخص الآخر Combien en veux-tu? كم تريد منها؟ طبعا عندنا هنا va vouloir. Tu veux? أنت تريد. إذن فعل أراد هذا. Combien en veux-tu? كم تريد منها؟ الشخص الأول يقول neuf. Neuf. تسعة. أريد منها تسعة. المقصود هنا neuf noix. تسعة جوزات. إذن je voudrais. هنا عندنا le verbe vouloir. مصرف في le conditionnel présent. طبعا le conditionnel présent عنده واحد المعاني. أنه تفيد الشك أنك تتصرف في الفعل باش تبين بأنك تتعبر من خلال هذا الفعل على الشك. أو كما عندنا هنا لو كونديسيونيل بريزون يستعمل كثيرا خاصة مع لو فيغ فولوار على تلطيف الطلب للدلالة على تلطيف الطلب. تقول هنا جو فودغي كما لو تقول أنا أريد من فضلك أو من فضلكم.
هاد من فضلك أو من فضلكم هو الزمان اللي تتصرف فيه الفعل. إذن جو فودغي دينوا، أنا أريد كما نقول من فضلكم أو من فضلك دينوا، أنا أريد من فضلكم أو من فضلك دينوا، أريد جوزات. إذن طبعا هاد لو فيرب فولوار هو هذا veux tu tu veux. طبعا عندنا هنا لو فيرب فولوار تصرف في البريزون، إذن نقول je veux tu veux il veut إلى غير ذلك. عندنا je voudrais je voudrais، أنا أريد من فضلك أو أريد من فضلكم، هذا لو فيرب فولوار. je voudrais des noix. combien veux-tu؟ 9 9. ثم voici mon livre voici mon livre، ها هو كتابي. voici mon livre. non ce n'est pas vrai c'est le mien. non ce n'est pas vrai c'est le mien. لا ليس صحيحا. ce n'est pas vrai. إذا ممكن نقول oui c'est vrai، نعم هو صحيح. c'est le tien c'est le tien، إنه كتابك. هنا ما عندناش c'est le tien، عندنا هنا c'est le mien c'est le mien، إنه كتابي. إذا قلنا مثلا إنه كتابه أو كتابها، ماذا سنقول؟ سنقول c'est le sien c'est le sien، تماما كما نقول mon livre mon livre كتابي، ton livre كتابك، son livre كتابه. هنا عندنا le livre كلمة مذكرة، إذا سنقول mon. أما إذا قلنا مثلا la règle المسطرة، مسطرة كلمة مؤنثة، سنقول voici ma règle voici ma règle، سنستعمل ما ولا نستعمل mon. voici mon livre voici ma règle. ثم نقول non ce n'est pas vrai c'est le mien. إذن c'est le mien المقصود بها إنه لي، كما تنقولو حنا بالدارجة إنه ديالي. c'est le mien ديالي، ديالي هي هاد le mien. ديالتي غتكون مختلفة، حتى في اللغة الفرنسية مختلفة. إذا تكلمنا عن كلمة لا غيغل سنقول voici ma règle، ها هي مسطرتي. ثم non ce n'est pas vrai، لا ليس صحيحا. c'est la mienne c'est la mienne، تنزيد لها واحد ان او ديال التأنيث، انها ديالتي انها تعود لي. c'est la mienne. اذا اردنا الحديث عن شخص في الغائب، اذا الشخص الاول يقول voici mon livre هو كتابي، إذا فأجيبه مثلا نو سو ني با فري، لا ليس صحيحا. سي لو سيان سي لو سيان، إنه له إنه له إنه ديالو، ديال واحد الشخص الغائب، مالكش أنت، هاد الكتاب ماشي ديالك أنت، هاد الكتاب ديالو. إذا سي لو سيان لو سيان. أما في المؤنث فيختلف الأمر أيضا، نقول مثلا voici ma règle non ce n'est pas vrai c'est la sienne c'est la sienne. إذا نتكلم عن إنها له أو إنها لها، إنه له أو إنها لها. مثلا عندنا هنا c'est le mien إنه لي، في المؤنث نقول c'est la mienne c'est la mienne. أما لك أنت فنقول c'est le tien c'est le tien، إنه لك أنت، هذا ديالك أنت. أو في المؤنث نقول c'est la tienne la règle المسطرة، إذا سنقول c'est la tienne إنها ديالك، إنها لك أنت، إنها لك. ثم في الغائب نقول c'est le sien في المذكر، ثم في المؤنث نقول c'est la sienne c'est la sienne. le mien le tien le sien، أو في المؤنث la mienne la tienne la sienne، هذه تتعوض mon livre ma règle ton livre ta règle son livre sa règle،
تتعوض هذه الكلمات مجموعين في العوض اللي يقول الشخص هنا سي مون ليفغ انه كتابي سيقول سي لو ميان. وفي العوض الشخص انه يقول سي ما ريغل يعني تيعيد هذه الكلمات ريغل رغم ان الذكر في السابق اذا تفاديا للتكرار سيقول سي لا ميان او بيان سي لا تيان الى غير ذلك كما ذكرنا الان. اذا نعيد هنا voici mon livre ها هو كتابي non ce n'est pas vrai لا ليس صحيحا c'est le mien انه لي. اذا هذه العباره كما قلنا تتعوض non ce n'est pas vrai c'est mon livre c'est mon livre انه كتابي سيعيد هاد الكلام. اذا هاد mon livre نعوضها بهاد le mien ما غاغل نعوضها ب لا ميان لا ميان الى غير ذلك. ثم عندنا ريمي اي ليلي فياندرون مو فوار سو سوار ابري ليكول. ريمي اي ليلي فياندرون مو فوار سو سوار ابري ليكول. اذا ريمي و ليلي فياندرون هذا سي لو فيرب سي لو فيرب venir c'est le verbe venir. هنا عندنا كما راينا viens ici هذا لو فيرب venir مصرف الامر تقول للكلب viens ici تعال هنا تعطي امر viens ici. اذا هذا لو فيرب venir مصرف الامر. اذا عندنا هنا هنا ici لو فيرب venir conjugué à l'impératif. par contre si nous prenons cette phrase là il vient dans mes bras Il vient dans mes bras. C'est le même verbe, mais cette fois-ci, il est conjugué au présent. عندنا le verbe venir, مصرف في البريزون. نقول il vient, هو يأتي. أما هنا فنقول vient, تعالى. ولكن هنا عندنا viendront. Dans cette phrase-là, le verbe venir est conjugué au futur simple. إذن في الجملة لو فيغ فونيغ مصرف في المستقبل البسيط. المستقبل البسيط علاش بسيط؟ فقط لأننا تنصرف الفعل بوحدو إذن فهو سهل. العكس ديالو هي كومبوزي. كومبوزي يعني أنه مركب تيكون عندنا ذاك الصرف مركب مركب من هذا الفعل ثم لوكسيليير ثم لوكسيليير تنزيدو معاه يا أفواغ أو إتر. إذن تيولي عندنا جوج ديال الكلمات يقولوا لنا صرف. هنا عندنا الفعل بوحدو مصرف تنزيدو له لو تيرمينيزون. اذا تنتكلموا على لو فيتور سامبل هذا زمان بسيط. اذا نتكلم عن المستقبل البسيط بدون ما نضيفوا ليه المساعد. اذا ريمي اي ليلي فياندرون الى صرفنا لو فيرب فينير او فيتور سامبل سنقول جو فياندري انا ساتي Je viendrai, أنا سآتي. مثلا أقول لشخص أقول لشخص مثلا Je viendrai le lundi. أنا سآتي يوم الاثنين. أو بيان Je viendrai la semaine prochaine. أنا سآتي الأسبوع القادم. Je viendrai. Tu viendras. Tu viendras. أنت ستأتي. إذا تقول لشخص مثلا Tu viendras le mois prochain. Tu viendras le mois prochain. أنت ستأتي الشهر القادم. ثم نقول il viendra. Il viendra. هو سيأتي. Il viendra l'année prochaine. L'année prochaine. إذن هو سيأتي السنة القادمة. ثم nous viendrons. Nous viendrons. نحن سنأتي. Vous viendrez. أنتم ستأتون. Ils viendront. كما عندنا هنا il viendront هم سيأتون. إذن هم سيأتون هم هنا طبعا سنعوضها بهاد ريمي اي ليلي. إذن ريمي فاطمة ليلي اي احمد viendront. إذن هادو كلهم سيأتون او كما عندنا هنا ريمي اي ليلي viendront. إذن ريمي وليلي سيأتون me voir
رؤيتي. إذن سيأتون لرؤيتي سو سوار، هذا المساء. ريمي إلي لي فياندرو مفوار سو سوار. ريمي إلي لي فياندرو مفوار سو سوار. ريمي وليلي سيأتون لرؤيتي هذا المساء أبخي ليكول، بعد المدرسة. المقصود هنا بعد الخروج من المدرسة. إذن ريمي إلي لي فياندرو مفوار سو سوار أبخي ليكول. ريمي إلي لي فياندرو مفوار سو سوار أبخي ليكول. سو بوفغ أفوغل نا غيان بور سو بروتيجي دي فخوا. طبعا الأفوغل المقصود به الأعمى. سو بوفغ أفوغل، هذا الأعمى الفقير. هذا الأعمى الفقير. إذن تنتكلمو على واحد السيد ما تيشوفش، أعمى وفقير، لا يملك مالا. سو بوفغ أفوغل، هذا الأعمى الفقير ناغيه، ليس عنده ولا شيء. بوغ سو بروتيجي، بوغ سو بروتيجي دي فخوا، بوغ سو بروتيجي دي فخوا، لكي يحتمي من البرد. بوغ سو بروتيجي دي فخوا، لكي يحتمي من البرد. أولا لو فيرب بروتيجي، بروتيجي يعني أنك تحمي. بروتيجي كيلكان أنك تحمي شخصا. هنا عندنا سو بروتيجي يعني أنك تحمي نفسك. هنا عندنا ناغيان بور سو بروتيجي، ليس عنده ولا شيء لكي يحتمي، لكي يحمي نفسه دي فخوا من البرد. طبعا هاد لو فيرب سو بروتيجي ما غيتصرفش هنا لأنه جاء بعد كلمة بور. إلى الفعل جا من بعد فعل آخر ما تتصرفش الفعل الثاني. إلى الفعل جا من بعد بور ما تتصرفش. إلى جا بعد دو ما تتصرفش. ثم إلى جا من بعد أ ما تتصرفش. سو بوفغ أفوغل نا غيان بور سو بروتيجي دي فخوا. إذن هذا الأعمى الفقير ليس له ولا شيء بور سو بروتيجي دي فخوا، لكي يحتمي من البرد. إيل دوموند لا شاريتي. طبعا لا شاريتي المقصود بها الرحمة، الإيتار، الشفقة إلى غير ذلك، أو حتى الإحسان. أو حتى الإحسان تسمى لا شاريتي. إذن هو يطلب الإحسان، هو يطلب الرحمة، هو يطلب الشفقة. المقصود بها تطلب الشفقة ديال الآخرين، تطلب الرحمة ديال الآخرين، أنهم يحنوا عليه، بمعنى آخر أنهم يعطيوه. Il demande la charité. إذا هو يطلب الرحمة. ممكن نقول Il demande l'aumône. إذا هو يطلب الصدقة. Il demande مثلا نقول Il demande l'aumône. Il demande l'aumône. إذا هو يطلب الصدقة. إذا l'aumône المقصود بها الصدقة. إذن عندما نتكلم عن لومون أو عندما نتكلم عن لا شاريتي غالبا نتكلم عن الفي لومون. إذن هو يفعل صدقة، أو نقول الفي لا شاريتي. الفي لا شاريتي، إذن هو يفعل الرحمة، المقصود أنه يتصدق. الفي لا شاريتي، إذن هو يفعل الرحمة أو يفعل الشفقة، المقصود أنه يتصدق. أو نتكلم عن il demande. il demande هو يطلب. il demande la charité. il demande l'aumône c'est le même sens. إذن عدو نفس المعنى. إذن il demande la charité، إذن هو يطلب بمعنى آخر الصدقة. un petit chien noir le conduit. un petit chien noir le conduit. un petit chien noir. إذا عندنا أن بتي شيان، فوالا سي مون بتي شيان. هنا عندنا أن بتي شيان نواغ، إذا نتكلم عن كلب صغير أسود. لو كوندوي يقودو، نتكلم عن لو فيرب كوندويغ. مثلا جو كوندوي إين فواتيغ. إيل كوندوي إين فواتيغ. جو كوندوي إين فواتيغ، أنا أسوق السيارة.
il conduit une voiture, هو يسوق سيارة. هنا عندنا un petit chien noir conduit le pauvre aveugle. إذن كلب صغير أسود conduit أنه يسوق. أش غير يسوق سيارة؟ لا. conduit le pauvre aveugle الأعمى الفقير. إذن كلب صغير أسود يقود الأعمى الفقير. إذن نعيد un petit chien noir conduit le pauvre aveugle. إذن حتى لا نعيد pauvre aveugle لأن ذكرت فيما سبق سنعوضها بهدله. un petit chien noir كلب صغير أسود le conduit يسوقه. كون كنا تنتكلموا على الشحات هنا سنقول كون كنا تنتكلموا على امرأة هنا سنقول لا كوندوي يقودها لا كوندوي يقودها. إذن هاد لو طبعا للمذكر تعوض هاد لو بوفغ افوغل لو بوفغ افوغل. إذن نعيد جو تيم بيان مون بتي شيان فيا إيسي بخي دو فو إل في نوي من أبوغ Elle crie, viens vite René, je voudrais des noix, combien en veux-tu? Neuf. Voici mon livre. Non, ce n'est pas vrai, c'est le mien. Rémi et Lulu viendront me voir ce soir, après l'école. Ce pauvre aveugle n'a rien pour se protéger du froid. Il demande la charité, un petit chien noir le conduit. Tout le monde m'a dit, il m'a ou le kalimat, bien. Ya, bien, bien, rien, viens ici, Lucien, le chien, c'est bien, le chien, c'est bien, c'est bien. إذن عندنا bien, كما نقول جيد, rien, ولا شيء, viens ici, تعال هنا, Lucien, اسم شخص, ثم le chien, c'est bien, جيد. إذا نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.